أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. السائل ميم كاف من البكيرية تقول: هل الدعاء لبلاد المسلمين التي تحارب من جهة الكفار بالفرج والانتصار هل يكون لفاعله أجر مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. يكون لفاعله أجر، لكنه ليس مثل أجر المجاهد في سبيل الله، ولكن يكون له أجر في دعائه واهتمامه بأمور المسلمين. نعم.